دلوقتي هنروح لمحمد عبده مع اهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. شكرا ليك يا شاذلي. الى موجز واهم اخبار الرياضيه محليا وعالميا. رابطة الأندية المصرية كشفت عن اختيار محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي أفضل صانع ألعاب الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024 وفقا لتصويت الجماهير. مجلس إدارة اتحاد الكورة استقر على إسناد نهائي بطولة كأس مصر إلى حكام مصريين في المباراة المقرر ليها يوم 30 أغسطس الجاري باستاد برج العرب بإسكندرية. نادي البنك الأهلي أعلن عن التعاقد مع أحمد ياسر ريان لمدة 3 مواسم قادمة من سيراميكا، كمان أعلن التعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق سيراميكا لمدة 2 موسم. نروح لمنتخب ناشئي الكرة الطائرة 18 سنة اللي فاز على المنتخب الكيني بنتيجة 3-0 في إطار 3 مواجهات البطولة الإفريقية المقامة في تونس، وحتستمر البطولة حتى يوم 31 أغسطس الجاري. أما منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة فاز على المنتخب الجزائري بنتيجة 3-0 في إطار 3 مواجهات البطولة الإفريقية المقامة في تونس اللي هتستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري. في الدوري الإسباني لكرة القدم فريق فياريال فاز على سيلتا فيجو بنتيجة 4-3 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة 3 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024-2025. بالنتيجة دي يتواجد فريق سيلتا فيجو في وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد فريق فياريال في صدارة جدول الترتيب برصيد يصل إلى 7 نقاط. في الدوري الإيطالي فريق يوفنتوس فاز على هيلاس فيرونا بنتيجة 3-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي الموسع الجاري 2024-2025. الدولي الكولومبي خوان كوادرادو انضم إلى نادي أتلانتا الإيطالي رسميا في صفقة انتقال مجانية لمدة 1 موسم، وده خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وده بعد انتهاء عقده مع فريق انتر ميلان في يونيو الماضي. نادي رايو فاليكانو الإسباني أعلن بشكل رسمي تعاقده مع الدولي الكولومبي جيميز رودريغيز في صفقة انتقال حر، ووقع عقد لمدة 1 عام مع النادي الإسباني مع خيار التمديد لموسم آخر. بكده خلصت نشرتنا الرياضية، بنروح لفاصل سريع ومن بعده نستكمل باقي فقرات. صباح الخير يا مصر.